أنا سيدة عندي 7 بنات وصبي، وبفضل الله سبحانه وتعالى أربيهم تربية إسلامية ابتغاء مرضات الله. زوجي عصبي وبلسان سليق، لا يرحم ولا يخاف الله ولا تأخذه لومة لائم، وكثير القيل والقال، وكل نجاح يصيبه يكون بفضل ذكائه وقوته، وكل فشل يكون السبب فيه الغيب. وإذا رآني أنا والبنات في صلاة أو ذكر أو سماع برنامج ديني نصبح مجالا للسخرية، وأنا أصبر عليه ابتغاء وجه الله للصابرين وعلى أمل إصلاحه وخوفا على ضياع الأولاد. منذ فترة 15 سنة أصبحت أخت زوجي زوجة لأخي، فزاد كراهية زوجي لي ولأهلي من نقل كلام أخته، حتى وصل الآن لمرحلة قطع صلة الرحم، منع الأولاد، وتستمر في هذا الحال، وكله وصف لزوجها ولحاله السيء كما ذكرت، وترجو منكم التوجيه حتى تستمر سامدة أمام هذا الحال لتربي بناتها وصبيها، جزاكم الله خيرا. هذا من المشاكل الزوجية التي لا نملك حيالها حلا حاسما، ولكن يسرها بأن تستمر في تربية أولادها على الخير، وتستمر أيضا في سماع البرامج الدينية والاستفادة منها، وتستمر أيضا في نصيحة زوجها وموعظته، لعل الله أن يهديه، وهي مأجورة على هذا الصبر وعلى هذا الجهاد. وهذا الزوج يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يترك هذه الأخلاق السيئة التي ذكرت عنه زوجته، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمعاشرة بالمعروف، قال تعالى: فإمساكم بالمعروف أو تسريح بإحسان، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيوصيه بحسن الخلق ومعاشرة زوجته بالمعروف، وترك هذه الأخلاق الذميمة التي ذكرتها السائلة، ومن أخطرها ضعف إيمانه، وأنه يعتقد أن ما وصل إليه من نجاح أنه بجهده وحوله وقوته، وأن ما أصابه من فشل فإنه بجهده وبعمل الآخرين من الخلق هم الذين أحدثوا ذلك. هذا من ضعف الإيمان أو من عدم الإيمان، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، كلها من الله، يجب التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله، ولا يجوز للإنسان أن يعجب بنفسه وحوله وقوته. فإن هذا لم ينفع قارون لما نصحه قومه بأن يحسن كما أحسن الله إليه، قال: إنما أوتيته على علم عندي، ظن أن هذا المال الذي حصل عليه أنه بجهده، وأنكر فضل الله سبحانه وتعالى. فماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة كما قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. ولما الله الإنسان الذي إذا حصل على خير قال: هذا لي، بمعنى أنني أستحقه، أنا جدير به، وينسى فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ولا ينسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى، والنقم لا يعتقد أنها مصيبة وعقوبة من الله سبحانه وتعالى، وإنما ينسبها إلى الخلق، فهذا يخل بالإيمان بالله عز وجل، وهذا معناه عدم الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.